السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نشرح لكم في هذا الفيديو ساحة معركة الهرم. طبعا ما عليك إلا اضغط على بوابة ساحة معركة الهرم. بعد ذلك سوف تظهر لك القائمة التالية. كما تلاحظ يوجد قائمتين، بطولة التأهل وقائمة أخرى بطولة النخبة. طبعا بطولة التأهل في الأعلى سوف تلاحظ يوجد مصباح أزرق. في حالة فتح بطولة تسجيل سوف يظهر لك هذا المصباح وسوف نشرحه لاحقا. اضغط على بطولة التأهل وسوف تظهر لك القائمة التالية كما هو موضح في الصورة: قائمة الترتيب، الجوائز ونتائج الحروب. اضغط على الجوائز سوف تظهر لك القائمة التالية، يوجد بها جوائز الانتصار وكذلك جوائز الهزيمة. وطبعا الجوائز على حسب النقاط الشخصية التي تحصل عليها. للتسجيل للمشاركة في البطولة اضغط على بوابة ساحة معركة الهرم، سوف تظهر لك القائمتين كما هي موضح. طبعا سوف تلاحظ أن المصباح في الأعلى قد أضاء، وهذا يدل على أن وقت التسجيل قد بدأ. بعد الضغط على القائمة سوف تظهر لك القائمة التالية، ويوجد سجل الآن من فوقه، يوجد الوقت المتبقي للتسجيل. طبعا سوف تظهر لك القائمة التالية لاختيار وقت المشاركة في ساحة معركة الهرم، ويمكن لقائد التحالف أو أعضاء ذوي الرتبة 4 لاختيار الوقت المحدد، وبعد ذلك اضغط على سجل الآن. بعد الضغط على سجل الآن قد كما ظهر تم تسجيل بنجاح. هنا يظهر الوقت جاري البحث عن خصم. يمكنك إدارة المحاربين، كنا الضغط على إدارة المحاربين سوف يظهر لك أعضاء التحالف، ويمكنك إلغاء اللاعبين الذين لا تريد لهم المشاركة. وطبعا الأعضاء الذين قلاعهم أقل من 15 أو أن اللاعب دخل إلى التحالف لم يتم على دخوله 48 ساعة لا يمكنهم المشاركة في معركة ساعة الهرم. بعد انتهاء التنسيق وتحديد الخصم المشارك تضغط على بوابة ساحة الهرم، ثم اضغط بطاقة التأهل. سوف تلاحظ معلومات الخصم، يمكنك الضغط على معلومات الخصم. سوف تلاحظ الخصم الذي سوف تواجهه، تفاصيل التنسيق الحرب، كذلك يمكنك معرفة تفاصيل تنسيق الحرب. بعد انتهاء الوقت المحدد بعد التنسيق ما عليك إلا اضغط على بوابة ساحة الهرم، ثم اضغط ثم دخول. سوف يتم نقلك مباشرة إلى ساحة معركة الهرم كما تلاحظ. طبعا كما تلاحظ في أعلى الشاشة يوجد المعسكر الشمالي والمعسكر الجنوبي. طبعا المعسكر الشمالي هو خاص بتحالفك وهو باللون الأزرق، والمعسكر الجنوبي هو باللون الأحمر وهو خاص بالتحالف المقابل. كمان في القائمة الأخرى يوجد الأعضاء المشاركين للمعسكر الجنوبي والمعسكر الشمالي، وعدد مرات النقل المسموح بها لكلا المعسكرين والأرقام الموجودة كما هو موضح في الصورة. طبعا بعد فتح الحرب سوف يكون هناك حماية على الأهرام وجميع المباني، وهذه الحماية لمدة 4 دقائق، ثم بعد ذلك سوف يتم بدء الحرب وفك الحماية عن المباني. كما تلاحظ حاليا تم انتهاء الوقت المحدد للحماية، ويظهر لك الإعلان كما هو موضح في الشاشة. الهرم الأصغر، يمكنك الضغط على الهرم ثم التجسس أو الهجوم، نفس نظام القصر. طبعا بعد احتلال الهرم الأصغر تحتاج إلى 300 ثانية، وبعد ذلك سوف يصبح الهرم الأصغر محتلا من قبل تحالفك كما تلاحظ. هنا يمكنك الضغط عليه ومعرفة التفاصيل ونقاط المعركة. كما تلاحظ في الأعلى كذلك الهرم الأكبر، يمكنك الضغط عليه ثم الحشد وتحديد الوقت للحشد على الهرم الأكبر. جاري الحشد حاليا على الهرم الأكبر، ويمكنك استخدام التسريعات وغيرها، نفسها نفس نظام القصر. طبعا حاليا يتم الحشد على الهرم الأكبر، يمكنك الضغط على الهرم ومعرفة الحالة للهرم أو التفاصيل الأخرى، وكذلك يمكنك الضغط على سجل لمعرفة التفاصيل الأخرى. طبعا بعد احتلال الهرم سوف يظهر الإعلان على الشاشة.
حاليا يتم الهجوم، سوف يتم التسريع. بعد احتلال الهرم الأكبر سوف يظهر الوقت الموجود على الهرم، وبعد انتهاء الوقت سوف يصبح الهرم خاصا محتلا من قبل تحالفك ويبدأ حساب النقاط. طبعا العلامة سوف تتحول إلى اللون الأزرق، والمباني المحتلة من قبل تحالفك سوف تكون باللون الأزرق. كما نلاحظ هنا باللون الأزرق، هنا باللون الأزرق. بعد احتلالها من قبل العدو سوف تصبح باللون الأحمر، ويمكنك الضغط عليها ومعرفة من المحتل للمبنى. حاليا في حالة تم الهجوم على جنودك في الهرم الأكبر، سوف تحصل المواجهات وتتحول العلامة الزرقاء إلى علامة حمراء، وهذا يدل على أن العدو استطاع من احتلال الهرم أو المباني الأخرى. كما نلاحظ أن العلامة تحولت إلى اللون الأحمر، وهذا يدل على أن الجيش الآخر قد احتل الهرم. طبعا في مواجهات ساحة معركة الهرم لا يوجد قتلى للجنود، فقط يتحولون إلى جرحى. كما نلاحظ في الصورة حاليا يوجد في الخيمة الطبية جرحى، ويمكنك معالجتهم فقط باستخدام الذهاب. عالج الآن بالذهاب أو عالج بالوقت. بعد معالجة الجنود، في حالة أن تريد أن تعالج الجنود مرة أخرى، إذا كنت تريد أن تعالج الجنود بالذهب تحتاج الانتظار 5 دقائق، وبعد ذلك يمكنك معالجة الجنود مرة أخرى، أو يمكنك عن طريق تسريعات تسريع الوقت. نقطة الانتقال. بعد احتلالها يمكن لأعضاء التحالف النقل إلى مركز نقطة الانتقال مرة واحدة لكل لاعب، ويكون مجانيا. ولكن إذا كان في خارج الإطار الخاص بنقطة الانتقال يحتاج إلى نقل. كما نلاحظ حاليا تم احتلال نقطة الانتقال، ونحتاج إلى 180 ثانية، بعد ذلك سوف يتم احتلال نقطة الانتقال. حاليا تم احتلال نقطة الانتقال. كما تلاحظ النقل إلى محور نقطة الانتقال، الخط الأبيض هو مجانا، وخارج الخط الأبيض تحتاج إلى استهلاك نقل متقدم، وكل أمير من الأمراء يستطيع النقل مرة واحدة. كما تلاحظ تم النقل في المرة الأولى، في حالة الضغط والنقل المرة الثانية سوف تحتاج إلى نقل متقدم كما هو موضح في الصورة، سواء كان داخل أو خارج، لأنه قد استنفذ اللاعب نقطة النقل. الشيء الآخر، في كل مرة يتم النقل، سواء النقل المجاني سوف يتم استنفاذ النقاط عدد النقل المحدد للتحالف. طبعا النقطة المهمة جدا التي يرجى الانتباه لها، في حالة الخروج من معركة ساحة الهرم لا تستطيع الدخول مرة أخرى إلا بعد مرور 30 دقيقة، وبعد ذلك يمكنك المشاركة مرة أخرى. ولكن عند الخروج من المعركة قبل انتهاء الوقت سوف يتم مسح جميع النقاط الشخصية التي حصلت عليها. يرجى الانتباه لهذه النقطة. الشيء الآخر، إذا كان لديك جنود جرحى في الخيمة الطبية وتم الخروج من معركة ساحة الهرم، سوف يقوم النظام بمعالجة الجنود أوتوماتيكيا، ولكن النقاط الشخصية سوف يتم مسحها من القائمة التي حصلت عليها في المعركة. وبعد 30 دقيقة يمكنك العودة إلى المشاركة.